اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج اخبار البلاد. حلقه اليوم مشاهدينا حتكون عن حلم تحقق بعد 10 سنوات من الانتظار. هذا الحلم هو بشرى لكل مرضى الاورام في المنطقه الشرقيه. نبارك لهم بافتتاح المركز الوطني للاورام بنغازي، كل ما يخص هذا المركز وما سيقدمه من خدمات للمرضى للوصول بهم الى ارقى مستويات الصحه العامه. لكن اكيد كيف ما تعودتوا علينا او تعودتم معنا على أولى فقراتنا، فقرة من البلديات. بداية أخبارنا اليوم من بنغازي، رغم مرور أيام على ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن أهالي منطقة سيدي يونس احتفلوا على طريقتهم الخاصة بهذه المناسبة اللي حضرها أطفال المنطقة وعدد من السكان المتواجدين بالمنطقة. الأطفال وأولياء أمورهم قاموا بتجميع مبلغ من المال على حسابهم الخاص وأصروا أن تقام هذه الاحتفالية بمنطقتهم وضمن حدودهم الإدارية، اللي حتكون الاحتفالية أكيد طعم خاص ومميز في منطقة سيدي يونس. نتابع في هذا التقرير. وفي بنغازي أيضا وبمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، انطلق صباح اليوم ملتقى برنامج الأسر لأولياء أمور طلبة جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيا. يأتي هذا الملتقى ضمن البرنامج العام للجمعية والأولمبيال الخاص الليبي بالاتحاد الفرعي ببنغازي. ضمن برامج الأولمبياد الخاصة الليبي البرنامج الفرعي البنغازي، أقيم هذا اليوم ملتقى برنامج الأسر الذي يستهدف في المرحلة الأولى يستهدف الأمهات، وذلك في إطار توعية وتدشير أولياء الأمور لأهمية خلط أبنائهم في البرامج الرياضية التي بالتأكيد ستعود بالنفع على أبنائهم، خصوصا أن الجوانب الرياضية تساهم في بناء الإنسان من الناحية الجسمية والعقلية. أيضا هذا اللقاء يهدف إلى التكامل بين المؤسسات المعنية بتقديم الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وأيضا أولياء أمورهم، وأيضا التحدث عن أهمية التغذية السليمة للأطفال والشباب من ذوي متلازمة الداون اللي بالتأكيد حتساهم في بنائهم جسميا بشكل مناسب، وبالتأكيد حيعود أيضا على الناحية العقلية باعتبار أن الجسم السليم بالعقل السليم. هذا اللقاء الذي أقيم الآن بمشاركة أكثر من 80 أم من أمهات الأطفال والشباب من ذوي متلازمة داون، تم التطرق على مجموعة من المحاور اللي استهدفت الأمهات. تحدثنا عن الجانب الرياضي وبرنامج الأسر، أهدافه، تطبيقاته، كيف يشارك الأطفال والشباب من ذوي متلازمة داون في الأنشطة الرياضية التي من قبل الأولمبياد الخاصة فيبي. ايضا تحدثنا عن شق اخر وهو اهميه تنميه القدرات الذهنيه للاطفال والشباب من ذوي الاعاقه الذهنيه من خلال المحور التعليمي، وهو التكامل بين المؤسسات المعنيه بتقديم الخدمه للاطفال والشباب من ذوي متلازمه داون وايضا اسرهم، سواء كان من ناحيه تعليم التخاطب والتنطيق او من خلال تقديم الخدمات التعليميه والتاهيليه المختلفه اللي تهدف الى الارتقاء بتنميه قدرات الاطفال والشباب، وايضا صقل مواهب هؤلاء الاطفال والشباب من ذوي متلازمه داون، خصوصا من خلال ابراز
بعض النماذج الحية لبعض الرياضيين اللي مثلوا ليبيا إقليميا والآن هيمثلوها عالميا من خلال الألعاب العالمية اللي هتقام في أبو ظبي 2019 خلال شهر مارس بإذن الله تعالى. من بنغازي لطبرق، حيث أقيم بكلية القانون جامعة طبرق حفل استقبال الطلبة الجدد بالكلية. تضمنت الاحتفالية تكريم الطلبة الأوائل للعام الدراسي السابق وللخريجين من الكلية. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذة منى خميس عقيلة، عميد كلية الحقوق جامعة طبرق. قمنا اليوم صباحا بعقد احتفالية لاستقبال الطلبة جدد في الكلية، وأيضا كان ضمن هذه الحفل حفل تكريم للطلبة الأوائل للعام الدراسي السابق. كان عددنا طبعا ثلاثة، الترتيب الأول والثاني والثالث. جاءت الخطوة هذه طبعا على مستوى الكلية وعلى مستوى أعضاء هيئة التدريس بالكلية لمحاولة لصب الاهتمام أكثر على الطالب حيث أنه يدرس ويثابر للحصول على النجاح ويكون يوصل يعني درجات عاليه ان شاء الله. الاحتفاليه هذه طبعا حتكون هذه بدايه كانت في العوام الماضيه طبعا قوموا فيها بس كانت بشكل مقتضب عن هذا العام، لكن ان شاء الله حتكون هذه بدايه لخطوات اكبر وحتكون ان شاء الله بدايه للاستمرار بها على مستوى السنوات الجايه ان شاء الله وباذن الله. انتهت فقرة أخبار البلديات، ننتقل بك مشاهدينا الكرام إلى فقرة تقرير ميداني. في تقريرنا الميداني اليوم، أقيم صباح اليوم بمدرسة عقبة بن نافع بمنطقة الليثي احتفالية خاصة بمناسبة انطلاق حملة مدرستي لدعم القطاع التعليمي العام بمبادرة من منظمة الاتحاد للأعمال الخيرية. مشاهدة التقرير. مشاهدينا الكرام مساء الخير عليكم. اليوم في تقريرنا الميداني من داخل مدرسة عقبة بن نافع للتعليم الأساسي واللي فيها انطلاق حملة مدرستي لدعم القطاع العام. طبعا هذه الحملة بإشراف وتنظيم منظمة الاتحاد الخيرية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بنغازي. برفقة المصور ندى الحرابي حنتجولوا داخل هذه المدرسة ونشوفوا الاحتفالية اللي قايمين بها بخصوص هذه الانطلاقة، فكونوا معنا في هذا التقرير الميداني. المجلس المحلي الليثي لمنظمة اتحاد الخيرية على رأسها السيدة مريم محيدة والأستاذة مبروكة عبد الله على مجهوداتها الطيبة، ونشكر الحضور والقائمين على هذه الحفلة، وهذا ليس بجديد على المدرسة وعلى هذه المنظمة. وأكرر الشكر للجمعية الخيرية جمعية الاتحاد على هذه النبدة أو هذه اللفتة الكريمة للتعليم العام ومساعدتنا في أمس الحاجة أو في أبسط الأشياء، فهذه لفتة كريمة من هذه الجمعية ودعم لنا اللي هو التعليم، وأيضا لفتة للمعلم. المعلم نحن منظمة الاتحاد الخيرية تعمل في مدينة بنغازي وفق قوانين التابعة لمنظمة مفوضية المجتمع المدني. قمنا بهذه المبادرة التي تهدف إلى توفير قرطاسية متكاملة لعدد 10 مدارس
في منطقتي الليتي وبهديمة. جاءت فكرة دعمنا للمدارس هذين بناء على احتياج بعض المدارس من احتياجاتهم الخاصة، من الخطاطات متاع الصبورة، من المساحات، من الأوراق الـA4، من الدباسات، الدبابيس، الملفات الكند. فنحاولوا نحن ان نحاولوا نقدموا اي مساعده. استهدفنا 10 مدارس، 6 من مدرسه من منطقه الليتي و10 من منطقه بهديمه. تم استهداف المدارس هذين ان كانت فتره الحرب عانت الكثير من المشاكل ومن نقص في احتياجاتهم الخاصه، فحاولنا ان الفكره هذه نحاولوا نقدموا لهم اي شيء نساعدهم به من يمشوا به الفتره هذه. صراحه هي لفته حلوه من جمعيه الاتحاد الخيريه، نشكرهم على اللفته الحلوه هذه، وهي تحفز الطلبه لانهم يجتهدوا في قرايتهم اكثر ويرتبطوا بالدراسة ويحبوها بالشكل هذا. مشاهدينا ننتقل بكم إلى فقرتنا الرئيسية، فقرة ضيوف وملف. مركز بنغازي للأشعة العلاجية والتشخيصية تم تحويره وتغيير اسمه إلى المركز الوطني للأورام بنغازي. تم إعادة افتتاحه مجددا اليومين الماضيين ليتم استقبال حالات مرضى الأورام في كل ربوع المنطقة الشرقية وتقديم الخدمات المختلفة المجانية لهؤلاء المرضى من تشخيص وعلاج بمختلف أنواعه. توطين العلاج في هذا المركز لتكون كل الخدمات وكل التحاليل والأشعة والصور في متناول الجميع في نفس المكان. سنقف على تحقيق هذا الحلم اللي عنوناه بعنوان نلتقي من أجل مرضاتي، وهو أستاذ جامعي وبروفيسور في الأورام، متخصص في الأورام، وهو مدير عام المركز الوطني للأورام بنغازي. أرحب بك دكتور، مرحبا بك معي اليوم، أهلا وسهلا بك. سنشاهد وإياك دكتور تقريرنا الأول من داخل المركز، لنقف على الإمكانيات ونقف على ما يوجد في هذا المركز مع إحدى الفنيات. نشاهد هذا التقرير مشاهدينا الكرام ثم أتحاور مع الدكتور. طبعا انتوا قاعدين في قسم السي تي للصوره المقطعيه، حاليا في بيش نتصور على الراسه. كويس. كم تستقبلوا في حاله في اليوم اساسا، والصوره هذه ليش يستحقوها؟ الحق لود على الجهاز، يعني الاغلب اجهزه مستشفيات بنغازي عاطله، فاللود هنية. حاليا اشتغل الهواري العام، بس ما زال اللود على السنتر هذية. نقارب وعندنا شفتين، شفت في الصبح وشفت فتحنا المسائيين على سبب اللود اللي على الجهاز. يعني هؤلاء المرضى اللي تم استقبالهم هم مرضى أورام؟ الاثنين، لأن ما نقدروش نقول مثلا أورام بس، لأن الناس كلها يعني ما يجيكش بيش، يعني ما عندهاش ورقه نقول له ما نقدرش نصورك، لان كيف ما قلت لك الاجهزه كلها في المستشفيات عاطله. يعني هو الوحيد اللي صالح الان، فهو عنده عليه الضغط من كل اهالي بنغازي. من بنغازي وضواحيها، يعني اليوم صورنا اكثر من حاله من طبرق. شوفي وعاده الجهاز هذا يطلبوا فيه الدكاتره هذه الصوره اللي تبين. والله اي مرض في الراس. امين يا رب. ما يقارب عن 35 حالة ماكسيمان يوميا بالشكل هذا ولا لا؟ اكثر من يعني ما يقارب مرات على 50 حالة. لان الان احنا عرفنا بان المركز سيتم اعاده تسميته، وهنالك قرار من وزاره الصحه اعاده تسميته ان شاء الله اليوم، داروا حتى بارتي عيسب اعاده التسميه. يعني تفاؤل كم بنقل اليوم في بنغازي حيكون في مركز اورام متخصص، يعني كان كل هالعيادات بالنسبه للمنطقه الشرقيه انه قاعد عندها سنتر كامل للاورام، عفانا وعافاكم الله وربي يشفي الجميع. يعني وفي نفس الوقت احنا مش حنقول مثلا اورام بس، لأن كما قلت لك بنغازي الأغلب عاطل. تو اشتغل الهواري العام وما زال ما يستقبلش في هذيك الحالات، يعني عند المشكلة في الأسانسير تقريبا
موفقين إن شاء الله أجمعين. إذن ألف مبروك دكتور على تحقيق هذا الحلم اللي يعتبر إضافة لبنغازي بإذن الله والمنطقة الشرقية. حدثني عن هذا الحلم اللي لك 10 سنوات تناضل من أجل تحقيق هذه الفترة. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. الشكر لك يا أختي فتحية على هذه الاستضافة وعلى هذا اللقاء وهذه الفرصة. والشكر موصول لإذاعة الحدث التي دائما في الحدث، دائما في مراقبة أحداث بنغازي والمنطقة الشرقية. اللي كان الحقيقة هو حلم يعودنا منذ أكثر من 10 سنوات لحاجة الأعداد المتكررة المتزايدة يوميا من مرضى الأورام، عفى الله الجميع وشفى الجميع، دعت الحاجة أن يكون هناك مركز متخصص لعلاجهم يحميهم ويقيهم ويتواصل العلاج متكامل. أنت فترة العلاج مريض البرم من المعروف أنه هو ليس بفترة قصيرة، فترة طويلة 3 سنوات، لذلك يحتاج هذه الفئة التي تعاني ويعاني ذويهم. الطب تعريف الطب في اللغة هو إزالة المعاناة من الناس، وأن أكثر الناس الذين يعانون هم الناس اللي عندهم الأورام، لأنهم يعانون هم وذويهم. فلذلك دعت الحاجة إلى أن يكون لهم مقر خاص، مكان خاص يتلقوا فيه علاجهم، سواء العلاج الكيماوي أو العلاج الإشعاعي أو العلاج الجراحي. هذا المركز اللي كان اسمه مركز بنغازي للأشعة العلاجية والتشخيصية، بمساعدة وبمناشدة منا وبتلبية الطلب من السيد وكيل وزارة الصحة السيد دكتور سعد يعقوب، مشكور جدا في هذه الآونة، وكذلك السيد معالي رئيس الوزراء حكومة وقته عبد الله الثني، هم الوحيدين اللي لبوا هذا النداء اللي كان منذ 10 سنوات. نعم. يعني الحاجة ضرورية لإنشاء مركز متخصص لعلاج مرضى الأورام في بنغازي، وهذا احتفال كبير لمنطقة بنغازي ومنطقة الشرقية، لأول مرة يكون هذا المركز في حيز الوجود إن شاء الله تعالى. نعم، هو كان سابقا مركز الأشعة التشخيصية والعلاجية، الخدمة اللي كان يقدمها للمرضى. نعم، هو كان هذا المركز أنشئ بقرار من وزارة الصحة أو اللجنة الشعبية لعامة الصحة آنذاك عام 1995، وكان مركز للأشعة العلاجية والتشخيصية، يعني مكان يعطى فيه العلاج الإشعاعي فقط ويوصل فيه تشخيص المرض بالصور المقطعيه المختلفه من الرنين المغناطيسي والمقطعيه والصور الفوق موجات فوق صوتيه. لكن الان تغير اسماء، اصبح المركز الوطني للاورام بنغازي. سوف يحتوي المرضى الاورام بالكامل، كيماوي واشعاعي وذري ومعالجات وكشف الانسجه والجراحات وغيرها. الان الحلم اصبح على حقيقه مركز وطني، سميناه مركز وطني، انا كنت مصر أن يسمى المركز الوطني بنغازي، لأن بنغازي بالنسبة لنا وطن، لها خصوصية خاصة، لها خصوصية خاصة. بنغازي وطن، إذا احتفلنا ببنغازي فنحتفل بالوطن. نعم. فسميناه المركز الوطني للأورام بنغازي. نعم، اليوم سيتم تحويره أو تم تحويره، وإحنا يعني قلنا لمشاهدينا الكرام أن من يومين تم افتتاح. نعم. هذا أصدر المركز سيد من جديد. نعم. نعم، أصدر سيد رئيس الوزراء قرار رقم 475 بإعادة تسمية مركز الأشعة إلى أن يكون المركز الوطني للأورام بنغازي. نعم، فحوى هذا القرار أيضا تشمل ميزانية عامة، ماذا عن الدعم اللي سيكون من وزارة الصحة؟ نعم، البند الأول في القرار هو أن يعاد تسمية مركز بنغازي للأشعة العلاجية والتشخيصية إلى مركز وطني للأورام، وعلى وزارة الصحة هي الجهة المشرفة على هذا المركز هي اتخاذ كل الجوانب القانونية والمالية والإدارية، وسوف نشرع من غدا إن شاء الله في بدء هذه الإجراءات الإدارية والقانونية بتحويل هذا المركز إداريا وقانونيا، بحيث يكون له ميزانية خاصة، يكون له ميزانية، تكون له إشراف من وزارة الصحة، يكون لها حيز وجود، كذلك هناك فراغ في مبنى الأشعة، هناك مساحة لا بأس بها جيدة من الخلف ومن الجنب، ستستغل لإنشاء هذا المركز من 5 طوابق. طبعا احنا هذه الفكرة جاءت من 10 سنوات. نعم، مخرجنا الفاضل لدينا بعض الصور، أتمنى أن نشاهد هذه الصور للعملية التخطيطية والهندسية لما سيكون عليه حال المركز. نحن سبقنا الحدث قبل القرار، كنا مجهزين مذكرة تفصيلية، كذلك لقياسات الهندسية، وكذلك طلبنا من المكتب الهندسي، درنا مصمم تصميم
هندسي لهذا المبنى الجديد يكون 5 طوابق إن شاء الله في كل الأمراض الأورام أطفال ورجال نساء ورجال أطفال وكبار وكذلك أقسام خاصة بالجراحات أقسام خاصة بالأشعة أقسام خاصة بالكشف على الأنسجة المختلفة أقسام خاصة بالطب النووي أقسام خاصة بالأشعة التشخيصية وغيرها إن شاء الله. نعم حيكون في إيواء أساسا حيكون في إيواء نحن في الخطة الأولى حتكون المرحلة الأولى إيواء ما يعادل 60 سرير 20 الساعة السرية حتكون 60 20 أمراض الأورام 20 أمراض الدم و20 الأطفال وبعدها يتحول إلى 100 والمرحلة الثالثة حيكون 120 سنين إن شاء الله. نعم إذا حتى داخل المركز نعم هو اسمه مركز الوطني الأورام حيتعالج فيه كل أنواع الأورام نعم للكبار والصغار نعم كويس. لو تحدثنا عن مركز بنغازي الطبي بما أنك أنت رئيس قسم الأورام في هذا المركز ما حال المركز اليوم حال القسم داخل مركز بنغازي أيضا سيتم إلغاء هذا القسم ويكون بالكامل ينتقل بمعداته وبأجهزته وبالأطقم اللي فيه إلى المركز الوطني إن شاء الله. نحن عندنا قسمين في مركز بنغازي الطبي قسم الأورام والعلاج الإشعاعي اللي نرصى عبد الله وقسم أمراض الدم وانزاعة النخاع القسمين هذين عبارة عن وحدتين أو عبارة عن مبنائين مفصلين لكن السعة السرية ضعيفة واحدة لكن ضعيفة مش يعني وجود أنا أرى وجود مرضى الأورام في مركز زي ما مركز بنغازي الطبي هو ظلم للطرفين اللود على المركز بنغازي الطبي وكذلك الإمكانيات غير إمكانيات غير مؤهلة أن تقدم كل رغم أن الإدارات متعاقبة وخاصة الإدارة الأخيرة الآن حاول قدر الإمكان توفر نوع ما من الإمكانيات للمرضى الأورام لكن نحن نسعى بإذن الله تعالى سعيين بأن ننقلوا القسمين إلى هذا المركز الجديد هذا الجسم الجديد هذا المولود الجديد وهو مركز وطني الأورام لكي يتعالج كل المرضى في هذا المركز بإذن الله تعالى. نعم لو تحدثنا عن الإحصائيات يعني أنت تحدث بأن الإحصائيات متزايدة لديك أرقام لديك نسب الأعداد في تزايد مستمر مش في ليبيا بس في كل العالم أبدا من أمريكا إلى اليابان إلى فرنسا إلى ألمانيا لكن نحن على سبيل المثال في ليبيا وفي المنطقة الشرقية الأعداد في تزايد الخمس سنوات الأخيرة من 2014 16 14 15 16 17 18 الأعداد في تزايد كل سنة الأعداد تزيد 2014 كان عندنا حوالي 980 حالة جديدة كان عندنا حوالي 20,000 متردد على قسم الأورام في 2015 1013 حالة وكان عندنا أكثر من 22,000 متردد في 2016 كان عندنا حوالي 1811 حالة وكان عندنا حوالي 33,000 متردد 2017 كان عندنا حوالي 1212 حالة جديدة أورام وحوالي أكثر من 30,000 متردد فالأعداد في تزايد وهذا التزايد هو اللي شغلنا نحن نشتغله بكل ما نملك من قوة الآن نكون هناك مركز متخصص ونشكر من جديد كل الناس اللي ساعدت في إنشاء هذا المركز وبداية من وزارة الصحة السيد سعد يعقوب وكيل وزارة الصحة ومعالي وزير الوزراء نعم يعني أنت الآن ذكرت أعداد مخيفة هذه الأعداد دكتور في تفسير لازدياد هذه الحالات حالات إصابة الناس بالأورام بمختلف أنواعها يعني. هو المرض الأورام اسمه بتعريف بسيط هو مرض الحضارة نعم مرض العالم كله يعاني من الأورام مش ليبيا أمريكا هي سيدة العالم في 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 الأبحاث وتصرف في تريليونات على أكثر حالات أورام في أمريكا في اليابان في ألمانيا كذا في ليبيا كذلك أعداد مخيفة سببها كله هو الإنسان اللي ما بيتحضر ينتقل منطقة يستعمل الخبز الطبيعي استخدام السيارات استعمل المكيفات يعني البيئة اللي احنا موجودين فيها هو ضريبة لتحضرنا والسرطان أو الحالة الوحيدة هو المرض الوحيد الذي ما فيش حد يعرف سبب واحد هو ملتي عديد الأسباب في أسباب مساعدة في أسباب مسببة مباشرة ولكن سبب واحد رئيسي لا يوجد نعم ربما لكن الأطفال خاصة حديثي الولادة والأطفال في أعمار مبكرة جدا يعني صعب أن أكثر الأطفال نعم أكثر الأطفال هو نتيجة العامل الجيني في حالة ما استعداد الجيني لإصابة بالورم يعني لو قلنا حطنا شخصين في نفس الظروف الاجتماعية والبيئية والتغذية كذا شخص يصاب وشخص لا كذلك في الأطفال في أطفال في الجين بتاعهم في الجين العائلة بتاعهم هناك السام سرطان تهدي لسرطان العظم وسرطان الكلى وغيرها من السرطانات المختلفة في الأطفال نعم لو تحدثنا عن أنواع يعني أكثر الأنواع شيوعا اليوم السرطانات من خلال تردد من يتردد عليك داخل القسم أكثر أنواع السرطان شيوعا في العالم كله عفانا وعفاك الله وعفا الله الجميع المشاهدين والمشاهدين كذلك هو سرطان الثدي عند المرأة وسرطان القولون
وسرطان البروستاتا عند الرجل هذه أكثر أنواع سرطان الرئة، هذه أكثر السرطانات في العالم انتشارا. نعم. ولكن تختلف من منطقة إلى أخرى. في بعض الأماكن تكون سرطان الثدي أكثر من سرطان القولون والعكس صحيح. فهذه الأربع أنواع سرطانات هي أكثر أنواع سرطان إضافة إلى سرطان الجلد. نعم. حتى سرطان الجلد الآن هو نقدر نقول عليه سرعة أصبح. نعم. للأسف من بين أكثر شيوعا. نعم. لو تحدثنا عن معاناة الناس اليوم، نشاهد معاناة الناس من نقص الأدوية، وخاصة أن علاج الكيماوي مكلف جدا وغالي، وإحنا نعرف ظروف الليبيين، نقص السيولة، عدم قدرة المرتبات على إيفاء مثل هذه الحالات. سيتم توطين كل هذه الأمور داخل المركز اليوم؟ نعم، أنا من خلال التصاقي بالمرضى سواء في الداخل أو في الخارج، سواء في الأردن أو في مصر أو في ليبيا، الحقيقة الليبيين يعانوا وكل الليبيين يعانوا من نقص شديد في أدوية الأورام، وكذلك في بعض أنواع الجراحات الدقيقة. نعم. يتخلي الإنسان يمشي عند الأردن أو يمشي عند مصر عشان جراحة معينة، أو يمشي عشان دواء معينة، أو يمشي عشان صورة معينة، أو يمشي عشان هذين كلهم بعضهم. فعانوا الليبيين حقيقة. أنا شفتهم في الأردن يعانوا، شفتهم في مصر يعانوا، شفتهم في تونس يعانوا، في كل العالم يعانوا الليبيين. إن شاء الله بإنشاء هذا المركز وإعادة تجهيز المركز نحاول قدر الإمكان إن احنا نحاول نوطن هذه الخدمة بالداخل. الشيء مش موجود عندنا نجيب الخبرات من الخارج، شراء الخبرة، شراء الخدمة داخل بنغازي وداخل هذا المركز إن شاء الله تعالى. نعم، يعني إحنا من فترة كنا نناشد دائما في وزارة الصحة بدل إرسال الناس للعلاج في الخارج ودفع مبالغ طائلة توطن العلاج داخل البلاد، تجيب القدرات والكفاءات. نعم. والعلاج والأجهزة الحديثة. سنخرج وإياك دكتور أيضا لنشاهد، ومشاهدينا الكرام نشاهد هذا التقرير أيضا عن إمكانيات المركز، ثم أتواصل في حواري مع الدكتور بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور هاني زميط، رئيس قسم الأشعة العلاجية. تعرفت على الأقسام الأولية لعلاج المرضى اللي هي الأشعة المقطعية اللي يتم فيها تصوير المريض، تعرفت على قسم الفيزياء اللي يتم فيه التخطيط. هنا تعرف على الجزء الثالث من العمل اللي هو قسم المحاكاة. قسم المحاكاة نستخدمه فيه لتأكيد الخطة العلاجية بتاعنا قبل ما المريض يدخل لجهاز العلاج، باش تأكدوا أن البيانات والعمل اللي ندار كله صحيح ودقيق، ونعالجه فيه أيضا بعض الحالات اللي تسمى الحالات التلطيفية. عموما احنا قسمنا او مركزنا عامه يستقبل طبعا حالات من مختلف مناطق ليبيا، من ساعه شرقا لعند سرت غربا، من بنغازي شمالا للكفرة جنوبا، بامتداد المدن الليبيه كلها. هذا غالبا المرحله اللي تكون المرحله الثالثه من العمليه العلاجيه، وهننتقلوا تو للمرحله الرابعه. هذا الجهاز المحاكي اللي قدامكم، والكنترول بتاعه والتحكم في الجهه الاخرى. طبعا القسم الجزء هذا معزول لان فيه تعرض للاشعه، المريض نصوره فيه هنا، ففي تعرض اشعاعي. العاملين اللي في القسم اللي هم الفنيين يكونوا خلف الزجاج العازل هذا اللي هو قدام حضرتك، وتم عمليه التحكم فيه من برا. تعال تفضل. احنا نبدا المرحله الرابعه من العلاج الاشعاعي، وهي مرحله العلاج في حد ذاتها. هنا عندنا غرفه التحكم في جهاز العلاج الاشعاعي في حد ذاتها، معنا احد الفنيين مهدي الورفلي. من هنا يتم التحكم في علاج المرضى. المنطقة هذه كلها بالكامل معزولة، عندنا جدران عازلة بسمك 2.5 متر من الخرسانة للحماية، نتخذ جميع إجراءات الحماية والوقاية بالنسبة للعاملين وللمرضى أيضا في نفس الوقت. هنا يتم علاج المرضى. هذه رأس الجهاز، وهذه الطاولة، وهذه كل الإضافات اللي هي تتم بها العلاج في مختلف مراحل ومختلف أنواعها. نستقبل نحن حاليا حوالي 50 مريض يوميا على مدار الشهر، بدخول مرضى جدد أو خروج مرضى أنهوا علاجهم. نعمل من الساعة 7:30 فعليا، مش كلام يعني، إلى الساعة 3 حوالي يوميا. نحن من الأقسام اللي هي أو المراكز النادرة اللي تجد فيها استقبال المريض عند الساعة 2 الظهر أو 2:30، بإمكاننا نحن نستقبله ونفتح ملفات المريض ونبدأ نتخذ إجراءات علاجية. نحاول نقدم أفضل خدمة للمرضى، نحاول أن احنا نساعد المرضى بقدر إمكاننا في إراحتهم نفسيا ومعنويا وجسديا أيضا، لأن العلاج يتطلب جهد جسدي ويتطلب راحة نفسية للمريض. والإدارة موفرتنا كل الإمكانيات المتاحة في الحدود المتاحة، ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن نكمل رسالتنا بشكل أفضل إن شاء الله. اليوم يعني حيكون طبعا هو مركز الأشعة العلاجية، حيكون إن شاء الله أو تم إعادة تسميته بمركز مركز بنغازي، مركز الوطني بنغازي للأورام، يعني خصيد بنغازي تحديدا. فشعوركم يعني اليوم؟ والله هي خطوة نقلة كبيرة جدا، ونحب نهني أنفسنا ونهني الجميع بهذه
الخطوه اللي هتفتح افاق جديده في العلاج وفي الامكانيات، وهتفتح افاق جديده لمرضانا في ليبيا عامه من تحسين خدمة العلاج ونوعيتها، بالإضافة إلى وجود مختلف الأقسام الخاصة بعلاج الأورام بجوار بعضها، وهذه هتحل أزمة كبيرة للمريض بدلا من المسافات حتى لو كانت قريبة لحين يصرف فيها وقت زمني طويل جدا. هو يعني يعتبر أول مركز مختص في الأورام حيكون في المنطقة الشرقية بالكامل أو في ليبيا؟ لا، في المنطقة الشرقية، في منطقة الغربية مركز صبراتة وفي مركز مصراتة، لكن أول واحد في المنطقة الشرقية هو مركز بنغازي. كويس، شكرا جزيلا لحضرتك. وقفنا على بعض التجهيزات وعلى بعض الأجهزة اللي تستخدم في العلاج أو تخفيف العلاج داخل المركز الوطني الأورام بنغازي. دكتور، يعني لو كلمة أخيرة لديك أو رسالة حابة تنشد بها أي جهة فتفضل. الحقيقة هذا الحلم يحتاج إلى من يحمي هذا الحلم وأن يقفز به قفزات إلى الأمام وأن يحرق المراحق المختلفة لكي نصل إلى حلمنا الحقيقي، وهو بداية العلاج الفعلية في هذا المركز. نعم. وناشد كل من لديه مريض، كل من لديه ولد أو ابن أو طفل أو أب أو أخت مريض أو له مسؤول أخ أو أخت أو جار، أن يدعمنا أو ولو بالكلمة الطيبة من أجل استكمال هذا المبنى وهذا المركز. كذلك نناشد الحكومة المؤقتة والسيد معالي وكيل وزارة الصحة والسيد معالي رئيس الوزراء بأن هذا القرار يحتاج إلى استكمال إجراءات إدارية ومالية وقانونية. كذلك ندعو كل مؤسسات المجتمع المدني أن تقف معنا من أجل بنغازي، من أجل الوطن، من أجل المرضى في كل مكان. نعم، بإذن الله. شكرا جزيلا لك دكتور علي زيناتي، كنت معي وأنت مدير عام المركز الوطني للأورام. أتمنى لكم التوفيق فعلا، إن شاء الله تكون لنا استضافة بعد ما يشتغل المركز وتشوفوا المباني المحيطة به الإيوائية وغيرها من الأقسام الأخرى. إذن هي رسالة موجهة لكل أصحاب الخير، رجال الأعمال أيضا، دائما نتوسم فيهم خير، وكل الجهات العامة والخاصة لدعم هذا المركز من أجل مرضانا، لأن هذا المركز خطوة إيجابية لتقديم الخدمات والرعاية الصحية اللازمة لمرضى الأورام في ليبيا، فيكفي ما تعانيه هذه الشريحة أو هذه الفئة. شكرا لكل من تابعنا، لكم تحياتي وتحيات علي رمضان معد هذه الحلقة. إلى اللقاء.